الصحة النفسية هي الصلة بالله وتوازن الانفعال والصبر والمرونة والتفاؤل والتوافق مع النفس ومع الآخرين والنظر للإيجابيات ومصادر السرور. لن يصح أبدا بدن إنسان يمتلئ قلبه بالأحقاد والضغائن. مرض أحد الصالحين فقال: اللهم اجعله أدبا لا غضبا. حين ترى الناس يتساقطون حولك تبدأ الأسئلة والشكوك والاحتمالات، وما لم يكن في النفس قوة وثقة وفي القلب شجاعة وجراءة وفي العقل يقظة وملاحظة، فربما سقط صريع الوهم من لم يسقط صريع الوباء.